من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. الناس تجاه القضايا المختلفة لهم حالتان: البعض ينظر إلى الأشياء بنظرة سلبية، يرى كل شيء مظلم، يرى كل شيء مظلما أسود، لا يرى الإيجابيات بل يرى السلبيات فقط. وهناك صنف آخر من الناس يرى الوجه المضيء للأشياء، الوجه الإيجابي للشيء. الإنسان ينبغي أن يكون من الصنف الثاني لا من الصنف الأول، بمعنى أنه ينبغي عليه إذا أراد أن يتقدم في الدنيا وفي الآخرة ينجح، هذا الإنسان ينبغي عليه أن ينظر إلى الشيء بنظرة إيجابية دون النظرة السلبية. نرى كثير من الناس حينما يريدون تقييم شخص من الأشخاص، بمجرد أن يسألون ما هو رأيك في فلان يبدأ بذكر سلبيات ذلك الشخص، في حين أن المطلوب هو ذكر إيجابياته لا سلبياته. عيسى عليه الصلاة والسلام كان يمر مع أصحابه مع الحواريين في منطقة، فوصلوا إلى جيفة كلب، كان كلب ميت، إلى أن أنتن. سألهم: ماذا ترون في هذه الميتة؟ كل واحد بدأ يذكر السلبيات. أحدهم ذكر مثلا الريحة النتنة، الآخر ذكر الديدان التي تتنقل مثلا على هذه الجيفة، وهكذا. فقال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: ألا ترون بياض أسنانه؟ هذه الجيفة صحيح فيها هذه السلبيات الكثيرة، لكن انظروا إلى أسنان هذا الكلب، كيف هذه الأسنان بيضاء. أراد أن يعلمهم أنهم حتى إذا رأيتم شيئا قذرا لا تفكروا في الجانب السلبي من ذلك الشيء، بل فكروا في الجانب الإيجابي. كل إنسان لا يخلو من سلبيات، لأن الإنسان الكامل هم المعصومون عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء مصداق الإنسان الكامل. كل إنسان له عيوب، هذا الإنسان ينبغي أن يشتغل بعيب نفسه
قبل أن يشتغل بعيوب الآخرين، يفكر في هذا وفي ذاك وفي ذلك الشخص الثالث والرابع من زاوية سلبية. لازم يفكر من زاوية إيجابية. هكذا النظر ينبغي أن يكون إلى الدنيا، النظر إلى الأشياء أيضا ينبغي أن يكون من هذه الزاوية. الإنسان إذا رأى شيئا يقول يمكن ما يصير هذا الشيء فنتركه، ليش يفكر من هذه الزاوية؟ ألا يفكر من زاوية أخرى أنه يمكن يصير، يمكن هذا الشيء يصير فنقدم على هذا العمل، على هذا الخير، على هذه الهداية لعلها تتحقق. حينما أرادوا بناء الحسينية الطهرانية في كربلاء، هذه كانت من أهم الحسينيات التي كان يقام فيها الاحتفال السنوي بمناسبة ذكرى ميلاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وكان لذلك الاحتفال وذلك الحشد تأثير كبير في الصد عن المد الأحمر الشيوعي في ذلك الوقت. طبعا في الحال الحاضر هذه الحسينية هدمت في ضمن ما هدم من آثار ومن حسينيات ومن مساجد. على كل حال حينما أرادوا بناء هذه الحسينية كانوا يحتاجون إلى 7000 دينار، بسعر ذلك الوقت كان مبلغا كبيرا جدا. في وقت بناء هذه الحسينية كان البيت الواحد يسوى 30 دينارا، فأنتوا لاحظوا 7000 دينار رقم جدا هائل. جاءوا إلى الوالد قالوا نحن ينقصنا كذا 1000 دينار، جمعوا مبلغ من المال حوالي 500 أو 600، وكان يحتاج المبلغ إلى 4000 من الدنانير. قال لهم اذهبوا إلى فلان التاجر الإيراني لعله يتبرع لهذه الحسينية، وهي الحسينية الطهرانية. قالوا له إن هذا رجل بخيل جدا لا ينفق حتى على أهله، ما مستعد أن ينفق، فكيف يتبرع لهذا المشروع؟ قال لهم سماحة السيد اذهبوا إليه لعل الله هداه ولعله تبرع، وإذا هم ما تبرع مو مشكلة، أنتم ما متضررين شيء لأنكم ذهبتم وطلبتم شيئا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ما طالبين شيء لأنفسكم. بس الإنسان يمكن يطلب شيء لنفسه إذا رد لعله يخجل، لكن إذا طلب شيئا في سبيل الله إذا رد لا خجل فيه، لأن الإنسان سعى لهذا الأمر. الرسول نفسه صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس ويجمع التبرعات للغزوات، نفس الرسول كان يجلس ويجمع هذه التبرعات، مو مشكلة. فحثهم على الذهاب إليه، هم كانوا يفكرون في الجانب السلبي أنه هذا رجل بخيل لا يعطي، والسيد كان يفكر في الجانب الإيجابي. ذهبوا إليه وتكلموا، بمجرد أن قالوا له إن هذه الحسينية ينقصها 4000 من الدنانير، قال أي مقدار نقيصة موجودة أن يدفعها، 6000 وقليل وبضع دنانير تبرع بها لهذه الحسينية، يعني أكثر من سدس المبلغ أو أكثر من هذا، 6 من 7 أجزاء من المبلغ تقريبا هو هذا الرجل الميؤوس منه الذي كانوا يظنون أنه بخيلا. الإنسان إذا فكر في الجانب الإيجابي لعله في كثير من المواقع لا يصل إلى نتيجة، لكن في بعض المواقع يصل إلى النتيجة. أما إذا فكر في الجانب السلبي دائما لا يصل إلى النتيجة، وأن يصل الإنسان إلى النتيجة في بعض المواقع خير له من أن لا يصل إلى النتيجة إطلاقا.
وإلا إذا كان هذه الحالة السلبية موجودة لما انتشر الإسلام. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحده وأمير المؤمنين معه وخديجة، ثلاث أنفار مسلمين فقط على وجه الكرة الأرضية ومحاربين من قومهم ومن عشيرتهم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. 13 سنة في هذه الحالة، إذا الرسول ما كان مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى بالتبليغ، وما كان يعمل، وما كانت همته عالية، لم يكن يصل إلى النتيجة، لكنه صبر بأمر من الله سبحانه وتعالى وواصل واستقام. فاستقم كما أمرت إلى أن وصل إلى النتيجة. الآن الإسلام أكثر الأديان أتباعا في العالم وأسرع الأديان انتشارا، على رغم أنه جميع الوسائل الحديثة تحارب هذا الإسلام، مع ذلك أسرع الأديان انتشارا في العالم في هذا اليوم. على كل حال، النظرة إلى الأشياء ينبغي أن تكون بتفاؤل وبأمل، لكن من جانب آخر يجب أن يكون التفاؤل والأمل ضمن حدوده، لا يتعدى حدوده، لأن كل صفة من الصفات كما ذكرنا سابقا إذا تعدت حدودها تنقلب إلى الضرر. الإنسان يجب أن يكون متفائلا، يجب أن يكون ناظرا إلى الجانب الإيجابي، يجب أن يكون آملا، لكن هذا الأمل وهذا التفاؤل ينبغي أن لا يكون أكثر من حده، لأن كل نعمة إذا تجاوزت حدها انقلبت إلى الضد. المطر إذا نزل هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، وإذا ما نزل صير نقمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين بإنزال المطر، لكن المطر إذا صار أكثر من الحد يصير سيل، هذا السيل يهدم البيوت، هذا السيل يسبب خراب الزراعة، يسبب الويلات الكثيرة. أما إذا كان بحده يكون هو النافع. فالأمل والتفاؤل أيضا يجب أن لا يتجاوز حده، لازم لا يتحول إلى تواكل، إلى طول الأمل حسب الروايات. الإنسان ينبغي أن لا يكون له طول الأمل. ما هو طول الأمل؟ طول الأمل بمعنى أن الإنسان يأمل بالشيء بدون أن يعمل إليه. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية تقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. في يوم من الأيام مجموعة من المسلمين ومجموعة من أهل الكتاب اليهود تفاخروا. اليهود قالوا: إن ديننا أسبق، إن نبينا أسبق، إن شريعتنا كذا. المسلمون قالوا: إن نبينا أخير الأنبياء، إن شريعتنا كذا، نحن من أهل الجنة مثلا، وهكذا. فبلغ الخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نزلت هذه الآية: الجنة والآخرة مو بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إذا الكافر عمل سوءا يجزى على عمله السوء إضافة إلى جزائه بالنسبة إلى كفره. المؤمن إذا عمل سوءا أيضا يجازى بعمله السيء. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الآخرة لا تنال بالأماني، لا تنال بالأمل. الإنسان لازم يكون آمل برحمة الله، لكن هذا الأمل لازم يكون مقرون بالعمل. أني أأمل أن فلان مثلا يعمل مشاريع خيرية، لكن هذا الأمل لازم يكون بالعمل، أروح أتكلم وياه، مو أنه فقط أمل وأمنية، وهذه الأمنية
لا تصل إلى النتيجة. أنا أريد أن أصبح مثلا مهندس أو دكتور أو عالم، أتمنى هذا الأمر، هذا التمني لازم يكون مقرون بالعمل. إذا ما كان مقرون بالعمل، بعد فترة الإنسان يرى أن أقرانه وصلوا وهو لم يصل. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، اتباع الهوى وطول الأمل. فإن طول الأمل يسبب بالنسبة للإنسان أن ينسى الآخرة في تتمة الحديث، فإن طول الأمل ينسيك الآخرة. فلا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل. نحن نعتقد بالشفاعة، نعتقد بأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لهم من الكرامة عند الله سبحانه وتعالى، بحيث أنهم يشفعون للمؤمنين، وكل من مات على ولائهم ينال الشفاعة حسب متواتر الروايات. ولكن هذا ليس معناه أن الإنسان يترك العمل الواجب مثلا، أو يعمل المحرمات بأمل الشفاعة. هذا من طول الأمل، هذا من الأشياء التي نهى عنها الإسلام وذمها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تراه يرتكب كثيرا من المعاصي بأمل الشفاعة. صحيح أن الشفاعة حق، وأن الشفاعة تشمل جميع المؤمنين، ولكن الإنسان الذي يعمل السيئات بأي ضمانة يضمن استمرار على الولاء؟ كثير من الناس كانوا موالين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ثم تحولوا إلى ضدهم. الآية الشريفة تقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. كثير من الناس نعرفهم كانوا من المؤمنين من المعتقدين، لكن انحرفوا بعد ذلك. إذا فرضا استمر ولاء إلى أخير لحظة في حياته، بأي دليل هذه السيئات لا توجب أن في حال وفاته يكفر؟ لأن كثير من الناس يموت والناس يظنون أنه مات مؤمنا، لكنه في الواقع في حال موته كفر بالله سبحانه وتعالى. في الحديث الشريف: إذا الإنسان ما ذهب إلى الحج بدون أي مانع، يعني كان الحج واجب عليه لكنه لم يذهب عمدا، لا مانع كان موجود وكان مستطيع وله أموال مثلا، لم يذهب عصيانا، هذا الشخص يموت يهودي أو نصراني، في حال وفاته يكفر بالله وبالإسلام ويموت يهوديا ونصرانيا. من لم يحج يقال له: إن شئت مت يهوديا أو نصرانيا. صحيح نشوف أنه مات مسلما، لكنه في اللحظة الأخيرة كفر بالله سبحانه وتعالى. هذه المعصية الكبيرة ترك الحج سببت أن يموت كافر، والشفاعة لا تشمل الكافر. فبأي ضمان عند هذا الشخص الذي يترك ما أمر به الله سبحانه وتعالى؟ هذا الشخص يصل يموت بولاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يموت بالعقيدة الحقة. هذا أولا. ثانيا، هذا الإنسان العاصي إذا مات على الولاء، ذكرنا سابقا أنه الشفاعة في يوم القيامة مو في البرزخ، من حين ما يموت إلى أن يصل إلى يوم القيامة كم سنة الله العالم، لعله مليارات السنوات يكون في عذاب. ثالثا، الشفاعة في يوم القيامة أيضا لا تكون فورا، يمكن في يوم القيامة الشفاعة تكون فورا، يمكن الشفاعة تكون بعد الدخول في النار. في حديث شريف: إن من شيعتنا من لا يناله شفاعتنا إلا بعد أن يبقى في النار 300,000 سنة. 300,000 سنة يبقى في النار بعدين الشفاعة تشمله. لسه 300,000 سنة من سنوات الدنيا أو من سنوات الآخرة، اللي اليوم الواحد بمقدار 50,000 سنة، الله العالم. فالإنسان لازم يكون يأمل برحمة الله، لازم لا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
لكن في نفس الوقت إذا كان بدون عمل هذا يكون من مصاديق طول الأمل المذموم، هذا طول الأمل الذي يسبب الويلات الكثيرة على الإنسان. لكنه إذا كان آملاً كان متفائلاً وقرنه بالعمل، إذا قرنه بالعمل في ذلك الوقت هذا هو الشيء المطلوب، هذا هو الشيء الذي يوصل الإنسان إلى مرفأ الأمان. هنا سؤال، السؤال هو أنه كل شيء خلقه الله في الإنسان إنما خلق لمصلحة الإنسان، ماكو شيء سواء في جسم الإنسان أو في نفس الإنسان أو في هذا الكون هذه خلاف المصلحة، كلها في المصلحة. طبعا المشكلة تنشأ من الإنسان أنه يسيء الاستعمال. السؤال يقول أن الإنسان إلى أمل، صحيح هذا الأمل بصالح الإنسان إذا كان في قنواته الصحيحة، لكن الإنسان له حب البقاء الأبدي. يعني كل إنسان إذا ترى قرارة نفسه يحب أن يخلد في هذه الدنيا، يحب أن يعيش آلاف السنين، مليون سنة، لا يموت. كل إنسان يكره الموت، هذا حب البقاء موجود في الإنسان، الحب الدائم. هذا مو مخصوص باليهود الذي ذمهم القرآن، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، هذا كل إنسان هالشكل. طبعا اليهود يودون هذا، ودهم مذموم لأنه يريدون صرف هذا العمر في معصية الله، لكن كل إنسان يحب أن يبقى مو 1000 سنة بل ملايين السنوات بل إلى ما لا نهاية، هذا في كل إنسان موجود. لماذا هذه الغريزة الله سبحانه وتعالى جعلها في الإنسان؟ ما هي المصلحة في هذا الأمر؟ لعله نحن لا نعلم المصلحة، إذا ما نعلم المصلحة مو معناه أن هذا الشيء غلط، نذهب إلى طبيب، الطبيب يقول أنه هذا الدواء وهذا الدواء وهذا الدواء لازم تستعمله، يمكن ما ندري أنه فائدة هذا الدواء شنو هو، لكن نعلم أن هذه الوصفة وصفة رجل حكيم. يمكن إحنا لا نعلم العلة في خلق هذه الغريزة في الإنسان، لكن نعلم أن الخالق حكيم. وأيضا بعض العلماء يقول وكما هو الصحيح أن الإنسان ليس مخلوقا للدنيا فقط، وإنما الدنيا قنطرة يعبرها الإنسان، الدنيا طريق إلى الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان من بدء خلقه مر بمراحل، مرحلة عالم الذر، مرحلة الرحم، مرحلة الدنيا، وبعد ذلك مرحلة القبر والبرزخ والقيامة. المراحل طبعا كثيرة، كثير من تلك المراحل نحن لا نعلم بها. على كل حال ليس كل شيء خلق في الإنسان خلق لتلك المرحلة الخاصة، لعله خلق لمراحل مستقبلية، لمراحل ستأتي. الطفل في بطن أمه له عين لكن لا يرى بهذه العين، هل هذا الخلق لغو؟ لا، لأنه صحيح أنه في هذه المرحلة لا يحتاج إلى هذه العين، لكنه في مرحلة الدنيا يحتاج إلى هذه العين. ما يصير أنه الإنسان يفكر أنه لماذا هذا الجنين له عين، له مثلا أنف، له أذن، له كذا، له كذا. هذا خلق لمرحلة متقدمة، مرحلة الدنيا. كذلك يقول بعض العلماء أن هذه الحالة، حالة حب البقاء في الإنسان، لم تخلق لهذه الدنيا وإنما خلقت للآخرة، لأن الإنسان في الآخرة خالد في الجنة، والعياذ بالله إذا كان من أهل النار قد يكون خالدا فيها. هذا الإنسان هذه الغريزة خلقت لذلك الوقت، صحيح في هذه الدنيا غريزة حب البقاء الأبدي لا يستفيد منها،
لكنها مخلوقة للآخرة حينما ينتقل إلى الدار الآخرة إذا كان من أهل الجنة. هذه الغريزة في ذلك الوقت تشبع حسب تعبيرهم. فالحاصل أن الإنسان لازم يكون إلى أمل، لكن بدون أن يتحول هذا الأمل إلى طول الأمل، وطول الأمل غير حب البقاء كما بينا ذلك. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الراجين للآخرة بالعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور.